نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، عن الحملة ضده، ضد العنف ضد المرأة. سفيرة نوايا الحسنة للدفاع عن حقوق المرأة في باريس دكتورة جيهان جادو تتحدث إلينا حول هذا الموضوع. مساء الخير دكتورة جيهان. إذن كان فيها تكون أنا لاقت تجاوبا كبيرا من قبل النساء اللبنانيات، بما أنه اليوم نتحدث عن تظاهرات في لبنان. إلى أي درجة ستلقى صدى لدى مسني القوانين، لدى صناع القرار؟ اهلا بحضرتك طبعا وبالساده المشاهدين. الحقيقه عايزه اقول انها ظاهره بشعه جدا، وخاصه وهي العنف ضد النساء. للاسف شديد ليس في لبنان فقط كدوله عربيه، لكن الحقيقه هي تلك الظاهره في معظم انحاء العالم، حتى هنا ايضا في دول اوروبا وايضا امريكا. يعني بلغت يعني الحقيقه المدى ظاهره العنف ضد النساء برغم كل التشريعات وبرغم كل المنادات بأن يكون هناك شيء رادع. للأسف لكن تلك العمليات يعني الإرهابية على المرأة وعلى جسد المرأة وعلى دق أرواح المرأة تتكرر كل يوم. بكل تأكيد نحن نعلم أن سن القوانين ليس هو المشكلة، هناك بالعديد والعديد في دول أوروبا هنا يعني في سن القوانين، لكن لا يمنع أيضا أن يكون بين حالات وأخرى أيضا عنف ضد النساء. فالحقيقة التشريعات مهمة جدا طبعا، لكن الأهم هو تنفيذ هذه القوانين وخاصة في بلداننا العربية. ما هي القوانين بداية التي سنت أصلا موجودة بتثأر للمرأة في هكذا حالات؟ ما هي القوانين؟ كيف يحاسب المرأة؟ طبعا بكل تأكيد هناك الضرب، يعني الحقيقة هناك ضرب ضد المرأة، هناك في قانون يجرم ضرب المرأة، وهناك أيضا جرائم مثل الاغتصاب وغيرها. هناك العديد والعديد من القوانين التي شرعت من أجل حماية كيان المرأة، لكن بكل تأكيد وخاصة هناك في قانون العقوبات في معظم البلدان العربية يوجد مواد يعني الحقيقة تشدد الاعتداء على المرأة. لكن السؤال، هل تمنع هذه المواد أو نصوص المواد التي تذكر ويعني طالما يعني تعلمناها في كليات الحقوق تمنع الاعتداء على المرأة؟ هذا هو السؤال. طيب. كحقوقية ما هي صحيح كحقوقية ما هي ما عقوبات المغتصب؟ لنتحدث عن هذا الموضوع الآن. القاتل المغتصب تحديدا، ضرب المرأة فيما يتعلق بالنساء تحديدا، ولي يعني مرة واحدة لأسلمك الكلام، وما الذي لا يمنع هذا من تكرار؟ هل العقوبات ليست كافية، ليست حاسمة إلى هذه الدرجة، أم فقط نتحدث عن عدم تنفيذها دائما؟ تفضلي. طبعا بكل تأكيد هناك يعني مادة في القانون، يمكن القانون المصري صريح في هذا الموضوع، وأيضا كانت هناك مادة يعني والتي ألغيت وهي مادة 522 في القانون اللبناني، التي يعني كانت يعني إذا كان المغتصب يتزوج المرأة فهو ليس معاقب أو ليس عليه عقاب. تلك المادة التي ألغيت بالفعل، يعني إذا هنا المغتصب لابد وأن يعاقب سواء تزوج بتلك الفتاة أم لم يتزوج. لكن للأسف الشديد ما زالت تلك أيضا العمليات وتلك الظاهرة الشنيعة ضد المرأة وضد حقوق المرأة أو انتهاك لحرمة المرأة وانتهاك لجسدها ما زالت موجودة أيضا. يعني هناك في كل البلدان العربية مواد، وأنا أعلم ذلك، أن هناك في مواد فعلا قانونية ومجرمة تجرم تلك الظواهر، لكن وهناك أيضا في بلدان أخذت يعني عنصر الاغتصاب او ظاهره الاغتصاب كعنصر مشدد للعقاب في قانون العقوبات على سبيل المثال. لكن للاسف الشديد ما زال هناك حالات من التحرش، ما زال هناك فتيات تغتصب ثم تلقى، لانه الحالات لا تلقى عقابا صارما دائما، ام انه كمان لا يعني يعلن عن هذا الموضوع، لا يتم تقديم شكاوى دائما، صحيح؟ خاصه بعالمنا العربي. نعم بكل تأكيد هذه أخطر ما في الموضوع، بأن هناك طبعا نحن نتفق مع التقاليد والعادات ولا نريد أبدا الخروج عنها، لكن هنا حق، هذا حق الفتاة التي تم انتهاكه على يد المغتصب مثلا أو على يد المتحرش. يعني لابد أبدا، يعني لا يجوز أبدا السكوت على تلك الجرائم، حتى كل يتم معاقبة كل فاعل لمثل هذه الجرائم. يعني لماذا السكوت؟ خوفا من المجتمع؟
يعني لماذا السكوت ايضا؟ خوفا من من؟ يعني خايفه من، يعني زي ما نقول عندنا في الدول العربيه، خايف نخاف من الفضيحه ام يعني اينهما، يعني ايهما يعني اخف الضررين؟ اين اخف الضررين؟ اذا كنت فعلا تغتصب وتقتلين وتلقين في الشوارع، ام انك تبوحين بهذا الفعل؟ لابد ان يكون صحيح، المجتمع يعني يتعامل عامه. بعض ما زال بهذا تمام. الموضوع وكأنها هي مذنبة أيضا. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا، سفيرة نوال حسن الدفاع عن حقوق المرأة في باريس دكتورة جيهان جاد، وشكرا.